الريستوران اللي غنمشيو ليه اليوم هو معلمة من معالم الدار البيضاء، ريستوران معروف عند كاع لي ماروكان وسورتو عند لي زيترانجي. لا سقالة اللي جات في لاكوت وبالضبط في بولفار ليزان واحد ان فاس مع لا نوفيل مارينا. لا سقالة واللي معروفة بزاف عند السياح المغاربة هو مطعم كيقدم اطباق 100% مغربية. لا سقالة معروفة بالمدافع اللي كتشوفوا دابا في لا فيديو. لا سقالة اللي جات ان فاس مع لا نوفيل مارينا دو كازابلانكا وقريبة البور ديال الدار البيضاء. دونك جينا هاد النهار نجربوا لي بلا ديالها. بصراحة هادي ماشي اول مرة كنجيو لاسقالة، جيت ليها بلوزيغ فوا نوتامون في رمضان اللي كي اورغانيزيو دي فطور 100% ماروكان، دي فطور كيكونوا اتابل. دونك اجيو اكتشفوا معنا هاد النهار الاطباق اللي خدينا في لاسقالة وتشوفوا المنظر الجميل اللي كاين وسط الريستوران. وبقاو معنا حتى لا فان ديال لا فيديو باش تشوفوا لا كارت مينو افيك لي بري ديال كاع لي بلا. اون فوا كندخلوا للريستوران اول حاجه كتبهرنا هما هاد الطويجنات اللي كاينين في الدخله، وكنحسوا براسنا بحال داخلين لي ميزون تراديسيونيل القدام. لو جاردان و لي فلور و الشجيرات كانوا كاينين، وفي الدخله كاينين لي فام اللي كيصيبوا الطواجن سور بلاس. الاستقبال كان لطيف مع السيده اللي وصلتنا حتى لا طابل ديالنا، وكنلاحظوا ان كاع الناس اللي خدامين في لاسقالة اي سون تري جونتي و سيرفيابل. هاد النهار كانت لانيماسيون وكان واحد الجوق اللي متعنا بالنغمات الموسيقية المغربية. كما كتشوفوا هاد لا فونتين اللي كاينة وسط لو ريستوران، الكليسا الي اوريجينال و لا ديكوراسيون الي توب 100% ماروكان. من بعد ما خدينا لا كارت مينو واختارينا لي بلا ديالنا، جا لو سيرفور اللي كان لابس تيبيكمون ماروكان وخدا لا كوموند ديالنا. ما تنساوش انه في الاخر ديال الفيديو غادي نحط لكم لا كارت مينو ديتايي ديال لا سقالة افيك لو بري ديال كاع لي بلا اللي كوموندينا هاد النهار. واول حاجه خدينا هاد النهار هو هاد لو ميلونج ديال لي سالاد اللي سميتو كاميا موغاسك، واللي فيه الفلفلة، الكبدة مشرملة، لي زيبينار، زالوك والشكشوكة. هاد لا سورتيمون سميتو كاميا موغاسك وغتنقاو الثمن ديالو في الاخر ديال هاد لا فيديو. خدينا اوسي ان اوتر سورتيمون د سالاد اللي هو كيميا سكالا، واللي فيه لي بوليت دو ساردين، خيزو محكوك بالليمون، ليمول بالشرمولة، العدس والباربا بالكمون. اوسي كيميا سكالا غادي تنقاو الثمن ديالو في الاخر ديال الفيديو. خدينا اوسي هاد لا سورتيمون ديال لي ميني جو اللي كتختاروا أربعة ديال لي جو مختلفين من لا ليست، وكاين بلوزيغ كوكتيل غتختاروا على حساب لو كو ديالكم. لونطري الثالثه اللي خدينا هو هاد لا سورتيمون دو بريوات. حنا خديناه ميلونجي انتر البريوات ديال بولي، البريوات بالفخوي دماغ، والبريوات الكفته اللي كانت فيها نكهه زوينه ديال القرفه. يمكن لكم تاخذوا، يمكن لكم تختاروا غير وحده من هاد لي 3 اللي قلت لكم دابا. وفي الصراحه احسن وحده كانت في هاد لي 3 كانوا هما البريوات ديال البولي اللي كانوا كيشبهوا بزاف البسطيله حلوه اللي غادي تشوفوها في الاخر الفيديو. لو بلا اللي غناخذو ابري هما لي غامباس على بلانشا اكومباني بالغيباس ماتي اللي فيه لو سافرون،
صراحة سيتي لي فري غامباس ماشي دوك لي بوتي كروفيت و لي غامباس كانوا طريين بزاف. لو بلا لي خدينا جوست ابري هو لاسييت بيشور. لاسييت دو بيشور لي فيها الغامباس لي سبادون سان بيير اي السيش لي كتكون اكومباني نورمالمون بلي ليغوم. انا هاد النهار خديتها اكومباني بالباتات دوس ولا البطاطا الحلوه هي هذيك اللي كتشوفوا اون فيغ. الطبق اللي خدينا من بعد هو طاجين اللحم بالبرقوق والمشماش. طاجين اللحم بالبرقوق والمشماش كان لذيذ بزاف في الصراحه. حنا المغاربه سورتو اللي كنعرفوا نطيبوا لي طاجين ما كتجيناش نمشيو لان ريستورون ماروكان ونكومونديو لي طاجين. مي جي في اكسبري باش نكومونديه باش نعرف واش لي طاجين ماروكان عندهم لذيذ. و ايفيكتيفمون اي طبق خديناه هاد النهار كان لذيذ بزاف. وما تنساوش تبقاو معنا حتى لا فان دو لا فيديو باش تعرفوا الثمن ديال هاد الاطباق. الطبق اللي كتشوفوا دابا هو سوبريم دو فولاي اكومباني بلا صوص شامبينيون و لي فريت. يمكن لكم تاخذوا فعود لي فريت لي ليغوم. وهذا الطبق كان لذيذ بزاف والنكهه اللي كانت في البولي كانت زوينه. خدينا اوسي البسطيله الحلوه ولا البسطيله دو بولي. البسطيله اللي كانت ان بور ريغال ومالوغوزمون كيديروها غير من الحد لحد لان كل نهار في لا سيمين عندهم اون سبيسياليتي. في نظركم شنو هو احسن طبق ما بين الاطباق كاملين اللي خدينا هاد النهار؟ في الصراحه كاع الاطباق سونس اكسيبسيون كانوا لذيذين، ولكن الطبق اللي عجبني بزاف هو البسطيله الحلوه ولا البسطيله ديال بولي. وننصحكم تاخدوها الى مشيتيو ان ديمانش لسقالة. بالنسبه للديسير حنا خدينا جوهره. جوهره ولا الباستيا اولي بالفلور دورانجي بصراحه كتعجبني بزاف واشاك فوا كنجي لسقالة كناخدها. كاين بلوزيغ ديسير عند سقالة بحال تشيز كيك بالسيترون ولا تيراميسو باملو ولا البراوني بلي نوا الباناكوتا بالمونك نوغا غلاسي سالاد دو فروي. وكاين حتى ان اسورتيمون دو باتيسري ماروكان اللي فيها كعب غزال محنشه الغريبه والفقاس. وغتنقاو لو بري ديال هاد لي ديسير في الاخر ديال هاد لا فيديو. كما كتشوفوا معنا دابا جوهره كانت كروستيونت وعامره بلا صوص اولي وبلوز افيلي من الفوق وكان فيها النكهه ديال لورانجي. طوطولون ديال الغداء ديالنا لا ميوزيك ما وقفاتش والجوغ كان على اوتور بون ميوزيك دوس وزوينه. المهم الغداء ديالنا هاد النهار في سقاله كانت رائعه. نتمنى تكون عجباتكم. غنحاول نوريكم دابا لا ديكوراسيون اللي كاينه في سقاله وسورتو لي بلاص ولا لي طابل اللي كتجلسوا فيها. كاين بزاف ديال لي زوندوا يا اما كتجلسوا كيما جلسنا حنايا في السنتر يعني قريب لا فونتين وقريب الجوق كم يمكن لكم تجلسوا بحال هاد لي بتيت شومبر اللي كيكونوا ديكوري حتى هما على ماروكان وكتكون الكليسه بلوز انتيم. خليكم معنا حتى لا فان دو لا فيديو باش تشوفوا لا كارت منو ديال سقاله وتعرفوا الاثمنه ديال كاع الاطباق اللي خدينا هاد النهار. كتشوفوا معنا دابا لي كويزينيير اللي كيصيبوا لي تشوروس لحقاش لا سكالا ما كاينش غير الغداء ولا العشاء. ما يمكن لكم اوسي ديروا لو غوتي سوا بلي تشوروس ولا شفنج اللي كيتصيب سوغ بلاص الحريره اوسي. كون يمكن لكم تفطروا بفطور بيغمون ماروكان وغادي تلقاو اوسي لا كارت منو فيها الفطور الغداء والغوتي
و لي بري ديال كل حاجه في الاخر تاع هاد لا فيديو. ما تنساوش تابوناو لا شين ديالي وتفعلوا الجرس وتكليكيو على جيم كوم سا يوصلوكم كاع لي نوفوتي ديالي وتعرفوا كاع لي ريستوران اللي كاينين في الدار البيضاء باحسن لي بلا ديالهم والاسمنه ديال هاد لي بلا. نتمنى غدانا هاد النهار يكون عجبكم في لاسقاله. نخليكم تشوفوا المناظر الجميله اللي كتطلع لها لاسقاله وتشوفوا لا كارت منو جوست ابري. ونتلاقى معكم انا نهار واحد اخر مع فيديو واحد اخر وريستوران واحد اخر. والى اللقاء.